لو هنتكلم على عيون سهرانين وقلوب حيرانين مش عارفين يطمنوا على مين ولا مين ولا مين، لو هنتكلم على شجرة بتضلل علينا، لو هنتكلم على فرحة بتكمل في لمة العيلة، لو هنتكلم على حضن يضم يبقى مفيش غير قلب الأم. صباح الخير وأهلا وسهلا بيكم، ولسه مكملين فقراتنا معاكم. لكن في البداية أحب أرحب بضيفتي شيماء أشرف. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ مصممة تنفيذية لكل أنواع الديكور للحفلات وأعياد الميلاد، مش كده؟ ايوه صح. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. ايه الديكور الحلو اللي انت عامله هنا؟ ربنا يخليك. بالونات لايقه معايا و حاجه بسيطه عشان عيد الام وكده. جميل، كل سنه وكل ام طيبه يا رب. اكيد طبعا، وكل ام كل سنه وهي طيبه. بمناسبه عيد الام بقى يا شيماء، احنا النهارده بنعمل يعني كل سنه بنحتفل في عيد الام 21 مارس. هل عيد الام ده معمول عشان نجيب لها هديه ولا علشان نجبر بخاطرها؟ ولو هو معمول عشان نجبر بخاطرها، هو المفروض نجبر بخاطر الام يوم واحد في السنه يا جماعه؟ لا طبعا، لا لازم طبعا اي حد يقول لمامته طول السنه كل سنه وهي طول طيبه العمر. او طول العمر طبعا، اي ام ليها بصمه في حياه اي شخص. فطبعا لا طبعا حاجه قليله جدا ان يوم 21 مارس ده يبقى عيد الام، لكن دي بتبقى بصمه والناس تبقى فاهمه ان خلاص ده اليوم اللي لو انت ناسي ماما طول السنه لا ده لازم في اليوم ده ما ينفعش تنسى ماما خالص. اكيد طبعا. لا هو ما ينفعش ننساها ابدا ولا أكيد طول السنه أبداً. ولا بس كل ولا ينفع نفتكرها يوم واحد في السنه. لا طبعا. جميل. مينفعش. طيب طبعا دلوقتي لازم نعرف منك يا شيماء، قولي لي دخلتي المجال ده ازاي؟ هو دخلت المجال ده عشان اصلا انا من نوع اصلا انا بحب البلالين والباجهه، فهي اصلا بتبقى حاجه حلوه على اي شخص. ما فيش شخص بيشوف البلالين والديكور ما بيضحكش وبيبقى فرحان وعايز يتصور طبعا. فدي حاجه حلوه بتفرح بتفرح كل الناس. يعني ما فيش حد اجماع عليها ان دي حاجه مبهجه طبعا، اي حد بيشوفها بيبقى فرحان حتى لو هو موده وحش أكيد. بيشوفها بيفرح طبعا. طبعا اكيد. حلو جدا. يعني انت اخترتي المجال ده علشان تستعيدي الناس اللي اكيد واي حد بيبقى حتى لو زعلان بيشوف البلالين بيضحك. طيب ناخد كريم معانا يا شيماء. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. الله، اهلا بيك. اخبار مالك؟ ازيك يا كريم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. اهلا بيك، كل سنه ومامتك بالف صحه وبالف خير. انت والف خير يا رب. انا حبيت ان انا سعيد جدا ان انا مشترك معاكم النهارده في مكالمه هاتفيه. تمام، اهلا بيك. حابب اعيد عليها. الله يخليك. كنت حابب اعيد عليها لان يعني يا ربنا خلاها لنا كل حاجه يعني. طبعا اكيد طبعا، ربنا يخليها لك ويديها الصحه يا رب ان شاء الله. كل سنه وهي طيبه. وانتم بالف خير، متشكر لحضرتك جدا. اتفضل. شكرا يا كريم. كنا نكمل معاكي يا شيماء. طيب قولي لي يا شيماء، كل المناسبات معاكي بيطلبوا نفس الديزاين ولا في حد ممكن يطلب حاجه معينه فانت تنفذيها؟ هو اي حد بيطلب حاجه معينه اكيد لازم اعمل له طلبه. تمام. عشان هو بيبقى عنده فكره معينه عايز ينفذها. تمام. لكن الحاجه المعتاده اللي هي اكثر شيوعا في اي حفله هي بوابه البوابه، القرش. القرش اوكي. هو يا بالون يا ورد، على تمام. حسب بقى البنوته عايزه تعمل ايه او الولد. تمام. على حسب. فدي الحاجه المعتاده اللي بتطلب مني على طول. حلو جميل. قبل الهوا يا شيماء قلت لنا برضو على مفاجاه نسمعها منك دلوقتي. انا عامله على البيتش بتاعتي والصفحه والجروب خصم 50% عشان الناس كلها تقول لكل ماما كل سنه وهي طيبه. جميل. وانا كنت عايزه يعني اشارك بحاجه بسيطه عشان انا بقى كمان عملت ايه حاجه حلوه مع الناس. تمام. وبالنسبه للمشاهدين البرنامج هعلي الخصم شويه، هيبقى 60% برضو عشان برضو اساعدهم يعملوا حفله حلوه في عيد الام. تمام. وممكن برضو خطوبه او عيد ميلاد او فرح. تمام. او حنه. جميل. او عيد ميلاد يعني، او حتى سبرايز مش لازم لماما، ممكن لمراتك لاختك يعني. لا مراتك أنا دي ما بتحصلش. لا هتحصل ان شاء الله. لا لا طبعا لازم. عامه الست لازم من كل فتره للتاني يتعمل لها مفاجاه عشان ال 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 الطاقه الايجابيه تيجي، ان احنا نديها باور تكمل ونديها احساس ان هي طبعاً. مش بتتعب تعبها في الارض. مش شرط يعني. مش شرط الست يعني، ممكن الست مثلا تعمل لجوزها لاولادها. تمام. هم يعملوا لها. لازم اي حد. تمام. في حياته اي حد بيحبه لازم يعمل له مفاجاه. لازم. حلو. حتى مش شرط تكلف، حاجه بسيطه.
تمام. يعني احنا دلوقتي معانا هنستقبل كام مكالمه طيب يا شيماء؟ ثلاث مكالمات. ثلاث مكالمات عليهم خصم 60% لمشاهدين برنامج استراحه من شيماء على اي حفله، اي عيد ميلاد، اي حفله، اي عيد ميلاد، اي مناسبه عليه خصم 60%. اوكي يا شيماء، تمام. طيب هو من صور جبر الخواطر برضو يا شيماء ان حد يقول لك ما تخافيش انا جنبك، انا في ظهرك، انا ثواني وهكون عندك، انا ما تقلقيش ابدا، خير ان شاء الله. فالكلمات دي بتخلي الواحد يبقى حاسس انه مطمن، انه وراه سند، انه وراه حد بيتسند عليه. اكيد مش كده؟ اكيد. تمام. قولي لي يا شيماء، انت المجال ده بيخرجك من المود انت كمان؟ يعني بتحسي انه بيكبر بخاطرك كده، بتخرجي من حاله لحاله؟ بصي، انا عامه اي شغل بشتغله اكني بعمله لنفسي، يعني ما بعملش العميل او اي حد جاي يعمل اي حاجه. الشغل بتاعك معروض معانا يا اسماء يا شيماء، يعني دي صاحبتي، ده شغلي لوحده، صاحبتي. تمام. خطوبتها عملت لها، يعني هي ما كانتش متفقه معايا اصلا على الحاجات دي. يعني انت اشتغلتي ده؟ اشتغلت حاجات من دماغي عشان افرحها. جميل جميل. بس طبعا هي طبعا انبهرت طبعا لما دخلت وشافت المنظر، قالت لي ايه ده جميل جدا، يعني فرحت جدا بالحاجه، وانا فرحت ان هي فرحت اكتر من الخطوبه نفسها. كانت يعني فرحانه بالديكور. الشكل ده ثوابت يعني يا شيماء بتعمليه في كل الحاجات؟ يعني شايفه العمدان، الورد، العمدان هي اغلى زي القرش، يعني معتاده موجود معانا. دي بوابه البالون. تمام. بتعمل في كل انواع الحفلات. تمام. وبتطلب، بس في ناس بقى دلوقتي بقت تغير، تعمل نص بوابه، بتلغي العواميد، بتعمل بالون في الارض، بتعمل ورد زي ده كده. تمام. وفي حاجات كتير قوي، يعني في حاجات لسه كتيره، احنا يعني المجال ده يوميا في حاجات جديده بتنزل. تمام. يعني كل يوم بنبتكر حاجه جديده وبناس تبقى عايز تعملها. وطبعا على السوشيال ميديا الحاجات طبعا بيبقى مختلفه عن التصوير بره. بنحاول بقى احنا ننفذها هنا بقى في مصر بتكلفه حلوه. تمام. ان هي ما تبقاش اوفر على اللي عايز يعمل حاجه حلوه وفي نفس الوقت شيك. انت ممكن حاجه حد يطلب منك حاجه فانت تنفذي الحاجه اللي انت شايفاها لايقه اكتر، صح يعني طبعا. وتبقى ما تبقى لايقه كمان مع المكان ومع المناسبه. ما ينفعش اعمل، ساعات ممكن بيبقى حد عايز حاجه مش حلوه فانا بنصحه طبعا، ده عشان ده في الاول في الاخر ده شغلي. يعني ممكن حد يجي يقول لك حاجه ما تعجبكيش؟ مش ما تعجبنيش. انا ممكن اوريها حاجات احلى، يعني ده يبقى مناسب اكتر. تمام. في ناس طبعا بيبقى عليها ضغط مثلا زي الخطوبه او الفرح، بتبقى مش فاضيه بقى، عندها فستان وميك اب وحاجات كتير قوي، عندها حاجه شغلاها تانية. فانا بقعد اقول لها بقى طب بصي ده، طب بصي ده، طب بصي ده، لحد ما انا وهي او انا والعميل نفسه نقف بارض محايده نعمل حاجه تبسطنا احنا الاثنين، وفي نفس الوقت يبقى عمل حاجه تفرح الناس كلها. تمام. حد قال لك في مره يا شيماء انا هتفق معاكي ان انت تعملي لي الحفله دي وانا هعملها مفاجاه لاي حد ايا كان، يعني مراته، مامته، اخته، اي حد يعني؟ ده كتير طبعا والله. في ناس وبيبقى كتير. شغلك بقى في الحاله دي اصعب؟ لا، يعني ملوش علاقه كده كده. انا بشتغل قبل المناسبه بفتره. ليا وقتي، باخد وقتي وبمشي قبل الناس. ما في ناس على فكره بتبقى انا من ضمن المعازيم. يعني انا في حفله هنا انا بتصممتها وانا من ضمن المعازيم كمان. فبتحصل بقى ساعات بتبقى كده وساعات بتبقى كده، بس انا طبعا بعمل شغلي قبل ما حد يجي، او المفاجاه طبعا ده لازم قبليها، وبخلص كل حاجتي وبمشي. يا اما لو انا موجوده في الحفله بغير طبعا وبقعد بقى في الحفله زي الناس. تمام. حلو جدا. جميل. قولي لي ايه يا شيماء الادوات اللي بتستخدميها لما بتيجي تشتغلي الشغل الحلو ده؟ اي حاجات كتير، بس الاساسيات المنفاخ، بنفخ بيه البلالين، والورد والقرش. احنا عايزين كلنا نجيبه في بيتنا صراحه. بس هو برضو اللي لازم يبقى برضو اللي يعرف يتعامل معاه، عشان هو الكهرباء. فلازم يبقى متمكن ان هو اللي يمسك البالونه وينفخها، برضو مش سهله. هو اصل احنا يعني ايه الاعياد الميلاد الدارجه يعني في كل البيوت ان احنا ننفخ شويه بلالين ونعلقهم وخلاص. الحكايه يعني ننفخ شويه بلالين زي دول نفسنا بيتقطع. طبعا. فهو اسرع كتير. ايوه طبعا. ارقامنا موجوده على الشاشه علشان تستفيدوا بالخصم اللي شيماء عاملاه 60%، يا ريت تشاركونا. ماشي يا شيماء، نرجع لموضوع جبر الخواطر. انت لو ماشيه في الشارع كده ولقيتي عامل جنايني او عامل نظافه او اي كان، يعني
وقلتي له صباح الخير او سلام عليكم يا حاج ازيك عامل ايه، بيفرح جدا. اكيد طبعا، اي حد اي كلمه حلوه لاي حد بتجيب له طاقه ايجابيه، فحتى لو مش لازم تسلمي عليه، حتى لو ضحكتي له بس ومشيتي بتحسي هو بيفرح. صحيح. فيعني مش جبر القوات لازم كلمه، لكن ممكن موقف، ممكن موقف، ممكن ضحكه، ده ممكن ابتسامه ضحكه خفيفه، او تساعدي حد في اي حاجه مثلا محتاج مساعده. انا بحس ان انا مجرد ما بقول سلام عليكم لجنايني او للبواب او ده بيتبسط جدا. طبعا. انت لو عندي عمال بيعملوا حاجه في البيت الله ينور عليك تسلم ايدك بيتبسط جدا. وانا بيتقال لي برده نفس الكلمه وانا شغاله طبعا. لما اكون عند ناس طبعا تقعد تقول لي تسلم ايدك، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه. لا طبعا طبعا انا مفرحه جدا. الألوان طبعا الالوان الحاجات التركيبات اللي انت بتعمليها دي، واختيار الالوان ده كمان يا شيماء مهم. طبعا. يعني انت تركبي الوان مع بعضها، ده هو طبعا اللي بيظهر الشغل، هو ده اللي بيظهر الشغل، هو قائم اصلا على الالوان. تمام. وانت تقدري وانت بقى بعينك اذا كان بتعرفي تنسقي الالوان ولا لا. جميل. يعني انا ممكن احط الوان جنب بعضها احس انها مش لايقه، مش ماشيه، تغيري قرارك يعني. بس برضو راجع للعميل، لازم نختار الالوان. وفي ناس بتبقى عايزه تعمل مثلا اللبس نفس لون البالون. طبعا. لازم زي ما اقرب درجه كده. انا عملت كده النهارده، يعني البالونات النهارده اللون البيربل ده الحلو، اللون ال انا يعني بدوخ عشان اوفق الالوان. طبعا الوان البالون مختلف عن الوان لبسنا طبعا. طبعا في اختلاف شويه درجات. يعني احنا عندنا درجات اهي برضو، يعني ده موف حلوة. ده موف، بس هو يعني هو يدخل تحت نفس اللون وخلاص. يعني بالمشتقات بتاعته. جميل. بتجهزي قبل المناسبه بقد ايه؟ يعني باخد الاوردر قبليها بقد ايه ولا ممكن يعني بتاخدي الاوردر قبل يعني قبليها بقد ايه، وانت بتاخدي يعني وقت اصلا تجهيز فتره قد ايه؟ علشان يعني انا مثلا عيد الميلاد عندي الساعه 7 بالليل. تمام. فالمفروض تيجي قبلها بوقت قد ايه؟ على حسب الشغل حضرتك طالبه مني. على حسب الشغل. يعني انت طالبه مني شغل وبلالين هيليوم وديكور وترابيزه، وهجيب لك الحاجات اللي فوق بقى، واجيب لك انا الكيك، وابقى انا اللي عامله الحفله كلها. لا باجي طبعا من بدري. وبهتم بتفاصيل كل حاجه جدا، بتتحط ازاي، بزوق كل حاجه. في ناس في اعياد ميلاد بتبقى عايز تعمل هدايا صغيره او سبوع مثلا. حلو. طالبين مني كمان الهدايا، وانا اللي كمان بلفها. انت اللي بتشتري الهدايا ولا بس بتلفيها؟ لا انا ساعات بشتريها وساعات بلفها. تمام. على حسب، يعني ممكن يكون هم جايبين الهدايا وانا ممكن الف، يبقى من ضمن الديكور اللي انا بعمله. يعني حتى لفه الهدايا دي برضو انت بتحبي تعمليها حلو يعني. طبعا، يعني انا كمان هو من ضمن شغلي لف الهدايا. تمام، حلو جدا. طيب خدتي وقت قد ايه يا شيماء عشان تتعلمي الشغلانه الحلوه دي؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. ده موضوع كبير قوي. ماشي الحال. تمام. طيب في كل حاجه ليها تكات كده وحركات، يعني هل انت بتعتمدي بس على البالونات ولا ممكن تدخلي مثلا حاجه زياده عن البالون؟ يعني مثلا فيونكات ساتان مثلا. بدخل فيونكات، بدخل شغل الجليتر اللي هو زي العلمام ده. بيبقى فيه منه بيتقص بيتقص باشكال اللي انت عايزاها. تمام. وممكن بدخل كمان الورد. تمام. سعداء جدا بيكي يا شيماء النهارده، وكنا مبسوطين جدا بيكي وبوجودك وبالديكور الحلو اللي انت عاملاه لنا الجميل ده، وان شاء الله على وعد بلقاءات تانية ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بشكركم جدا وبشكر كل فريق البرنامج. ان شاء الله يا حبيبي. باذن الله. خلصت حلقتنا، لكن كل مره بنقول ناخد بريك ونفصل شويه.